صباح الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم وفي حلقه جديده من برنامج شبابنا يقدر. معاكم عمر ادم، وفي حلقه جديده مختلفه جدا عن الحلقه اللي فاتت. النهارده بقى حلقتنا بتتكلم عن الفاشون، حجاب والفن التشكيلي والرسومات، والناس اللي بترسم بالسبراي، والناس اللي بترسم على جذوع الشجر، والناس اللي بترسم على التيشيرتات. اسف، النهارده معانا الفنانه سمر عوض من مواليد محافظه الفيوم، تدرس في اولى جامعه. النهارده حلقتنا هتكون مختلفه جدا جدا، هنظهر ازاي ان في بنات تحت سن 20 سنه قدروا ان هم يعملوا كارير لنفسهم، وقدروا ان هم يتميزوا في الكلام ده كله، وقدروا ان هم يتكرموا في اكتر من مؤتمر في مصر وفي اسكندريه وفي المحافظات، وقدروا ان هم يوصلوا ان هم يعملوا رسومات بتوصل بره مصر وبتوصل في مصر، وقدروا ان هم يتميزوا في كل الكلام ده. النهارده معانا الفنانه التشكيليه والمود الحجاب سمر عوض. اهلا بيك يا سمر. اهلا بيك يا عم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه عامله دوشه على السوشيال ميديا ليه؟ مش دوشه ولا حاجه، هي كده صدفه يعني. طب ايه، ومحدش بيعرف يرسم غيرك ولا ايه؟ مش لا اكيد، بالعكس ناس كتير جدا بترسم احسن مني بكتير، بس هو جت معايا كده يعني. طيب انت اول ما بداتي يا سمر في الرسم، بداتي كان هوايه ولا ايه الدنيا؟ عايز اعرف. بدأتي كان هواية، أنا كنت بحب الرسم من زمان، بس ما كنتش برسم يعني كتير، كل شهر مرة، كل شهرين، مش في دماغي قوي إن أنا أرسم وأفضل أرسم وكده. وبعدين شوية مشاكل في البيت مع شوية إيه، عايزة أطلع من المود ده. فواحدة قريبتي عارفة أنا بحب الرسم، لقيت مكان بيدي كده كورس في الفيوم تظليل، وتعرف الإضاءة والنور فين، فروحت سألت وأخدت كورس ظل ونور. بس بعدين بدأت، نزلت رسمة ليا على الانستجرام، فلقيتها فرقعت قوي، فمش فاهمة في ايه، اتخضيت اصلا. فبعدين حبيت. ما كانش في دماغك الموضوع؟ لا انت خالص. انت راح تتعلمي رسم وعادي؟ مش في دماغي خالص، وصحابي بس هم بيفضلوا يشوفوا رسوماتي يوروها بقى لأهلهم في المدرسة والجو ده، الجو الأسري ده. فبعدين شاركت في معارض في المدرسة. تمام. وجت زيارات بقى من مديريه ومش عارف ايه، فطلعوا كل ما يجي حد سمر تطلع يوروها رسومات سمر. فانا مش في دماغي والله الموضوع، يعني عادي يعني برسم في المدرسه ومشهوره في المدرسه وخلاص. فبعدين صحابي كانوا مبسوطين قوي، وهم يعني هم مبسوطين اكتر مني، فحبيت ان انا. الموضوع ما كانش في دماغك اصلا، انت بترسمي وخلاص يعني، انت بتدربي على الرسومات وبترسمي بالظبط كده. بعدين عملوا معرض تبع المحافظة عندنا، وجا المحافظ طبعا اول ما شاف الرسومات، فهو الموضوع كان جديد ان في ناس من الفيوم وفي مركز ابو شوية. طبعا انت كنت عايشة في عالم تاني يا جماعة، انا برسم عادي. والله مش في دماغي خالص. فدخل شاف الرسومات، فهو عجبته قوي واتبسط، ولقيته عايز يتصور، هو طلب ان هو يتصور معايا المحافظ. فاللي هو ايه ده؟ لا اكيد لا، مش انا خالص. فبعدين اتصورنا، وبعد كده طلب تاني، عمل معرض تاني في المديرية في الفيوم. تمام. ورحنا هناك وعملنا المعرض، وهو جابك نفسه كرمنا، هو وكيل الوزارة. تمام. بس طيب عرفت بقى ان انت بترسمي على جذوع الشجر، الموضوع ده انت بتعمليه ازاي؟ وجذوع الشجر دي انت اللي بتروحي تجيبيها ولا في ناس بتجيبها لك؟ وايه الموضوع بالظبط؟ انا عايز اعرف الموضوع من الاول، او ايه الفكرة اللي جات لك ان انت ترسمي بالذات على جذوع الشجر بالظبط؟ الفكره ان انا كنت عايزه ارسم حاجه بره الصندوق شويه، مش تمام. مش ورق وقلم وخلاص، اللي هو الطبيعي اللي الناس بترسمه على بالورقه والقلم ورسومات رصاص بورتري يعني. تمام. فقاعده بالصدفه فلقيت كده ابن خالتي قاعد، فبقول له بقول لك ايه، ما تعرفش تجيب لي جذع شجر وكده؟ فقول لي ليه، بقول له هرسم عليه. هترسم ايه، مش فاضي لك والله. فالمهم راح قال لي فراح قال لي خلاص ماشي، وجاب لي هو وجوز خالتي
جابولي موضوع شجر. راح جابولي كتير جدا. فاللي هو يلا بقى طلعي موهبتك بقى، ابدعي، احنا جبنا لك جذوع الشجر وابدعي انت. بس جبتها وقطعها لي وصنفرتها بقى وبدات عليها. طيب اول ما بداتي ترسمي، هل الموضوع كان صعب ولا الموضوع كان سهل بالنسبه لك؟ على جذوع الشجر بالذات كان صعب، اللي هو هرسم ازاي، هرسم ايه اصلا على جذوع الشجر؟ طب مش عارفه، طب هتنفع ولا مش هتنفع؟ انا هجرب. فجربت لقيتها طلعت حلوه جدا، وبعد كده يعني طول ما انا قاعده عماله اعمل واحده وبعمل تاني خلاص اتبسطت بيها، فعماله اشتغل عليها كتير. فبعدين قلت هجرب بقى الاسبريه على جذوع الشجر. الاسبريه ترسمي بيه على جذوع الشجر؟ تمام. طلعت برضو نتيجه حلوه جدا، انبسطت ان النتيجه دي طلعت بيه، فحبيت بقى. طيب انت في محافظه الفيوم تمام؟ اللي هي بلدي اصلا. بصوا يا جماعه، انا اصلا يعني انا اصلا في الاصل من محافظه الفيوم تمام؟ فالناس في ناس كتير جدا ما تعرفش ان احنا اصلا ان انا اصلي من محافظه الفيوم. والله يا جماعه احنا عندنا في المحافظه بالذات في مواهب كتير جدا جدا جدا، بس هي الفكره كلها في حاجه، الفكره كلها ان الناس بتبص للمدن او للقاهره بنظره تانية او بنظره مختلفه. الريف مش بيبقى مش الناس مش بصلها بنظره مختلفه. احنا عندنا مواهب كتير جدا، عندنا مواهب بالذات في الشعر، في مجال الشعر. انا بقى كنت واحد في الدراسه وبشوف المسابقات، الناس في مجال الشعر، في مجال الروايات، في مجال القصص، في مجال التمثيل المسرحي، في مجال الرسم زي سمر، في عندنا مواهب كتير جدا. فانا يعني انا بطالب الناس اللي هي في وزاره التربيه والتعليم، الناس اللي هي في الادارات التعليميه، الناس اللي هي في البحث العلمي، وزاره البحث العلمي، بطالب الناس دي يهتموا بالمدن. هم بدأوا ان هم انا اسف يهتموا بالريف، هم بدأوا ان هم يهتموا بالريف، بس انا عايز اهتمام اكتر في المواهب. ليه بقى؟ لان احنا بنلاقي ان مثلا انا كعمر عندي موهبة مثلا ان انا مذيع او ان انا بعرف اتكلم، فمثلا بطلع مرة في الاذاعة على مرة تانية في الادارة. طب وبتنتهي بقى لحد ايه؟ مثلا ان انا خدت اول مثلا جمهورية تمام؟ لا، انا مش عايز كده، انا عايز حد ينمي لي مهاراتي، حد يشجعني، حد مثلا يجيب لي مثلا حاجه تحفيزيه ان انا اروح اتدرب مثلا في 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 قناه معينه، في راديو معين، في جريده معينه، وهكذا المواهب. يعني احنا عندنا سمر اصلا هي اصلا من الفيوم، بس هي جت هنا القاهره بتدرس، يعني هي منبعها محافظه الفيوم ريفيه. طبعا بنعتز جدا ان احنا من محافظه الفيوم، وانا بعتز جدا ان انا من محافظه الفيوم، لان لازم الواحد يعترف باصله، ولازم ان الواحد يعتز بالمحافظه اللي هو منها، لان هي فعلا هي اللي ربتنا. احنا اتربينا على المواهب هناك في المحافظه، سواء مدرسين، سواء دكاتره الجامعات، سواء اهالي، سواء قرايب. فعلا محافظه الفيوم بالذات ومحافظه بني سويف وشمال الصعيد كله في مواهب جميله جدا جدا جدا. نرجع لسمر، وكنا بنقول اول ما بداتي بقى تخرجي من محافظه الفيوم وتيجي عشان القاهره وعشان خاطر الدراسه، بدانا ان احنا بقى نشوف ان انت بتتكرمي في مهرجان فلاني، في المؤتمر الفلاني، بدات ان انت تشتركي في معارض، بدات ان انت بتنزلي تعملي حملات تطوعيه مستشفى 57، رحتي زرتي دار ايتام في محافظه الفيوم. احكي لي بقى اول ما بداتي تيجي القاهره، هل كنت مصدومه من القاهره بعيد عن المحافظه؟ المحافظه جنبك اهلك واصحابك، اكيد طبعا. هنا في القاهره مفيش حد، احنا لوحدنا هنا. بص، كنت مصدومه جدا. تمام. اصلا القاهره زحمه قوي، فمش واخده على كده، وما كنتش في الفيوم بخرج اصلا، يعني انا كنت بس من مكان لمكان وخلاص. فبعدين لما قلت لماما انا عايزه اروح القاهره، فقالت لي انت بتحلمي على فكره، ده حلم. انت في ايه؟ لا بس انا بقول لمامتها خلاص، يا حققت الحلم وجات القاهره خلاص. يعني الحلم اتحقق وهي وصلت القاهره دلوقتي. ففي ماما ايفنت وانا عايزه اروح احضر ومش عارف ايه، وهتعلم نوع جديد من الرسم وبتاع. قالت لي لا ومش لا. فبعدين لقيتني متاثره قوي وزعلانه، وانا عايزه كده فعلا، وهي مش بتحب تشوفني زعلانه خالص. فراحت قالت لي خلاص هنروح بجد. هنروح. رحنا وتعرفت على ناس كان بالنسبه لي حاجه جديده ان انا اعرف ناس كتير بترسم، ناس من محافظات كتير. المدرسه في الفيوم كنت المدرسه، المعارض، اصحابك، اهلك، القرايب، هم اللي الرسومات. بس لو انت بقى لقيتي ناس بتتفرج على الرسومات ومعرض، حاجه جديده خالص عليا، ان حد تقف كده قدام لوحتك وحد يجي يتفرج ويقول لك فيها دي حلوه قوي دي، انا ويشرحها لك انا حسيت منها بكذا. فلا يعني موضوع مختلف خالص. طيب ايه اول تكريم اتكرمتيه ولسه محفور في ذاكرتك وعمرك ما هتتكرمي تكريم احلى منه؟ ايه التكريم اللي انت اتكرمتيه؟ بص، هو اول تكريم بالنسبه لي، لان هو ده كان بدايتي، يعني كان بدايه ان انا اللي هو من المحافظ، محافظه الفيوم. طيب سمر عوض بترسم،
وايه بقى حوار الفاشونيستا؟ يعني احنا عرفنا ان انتي فنانة تشكيلية، ايه بقى حوار الفاشونيستا وان انتي موديل محجبات وتقولي نصايح للبنات عن ازاي ينسقوا اللبس والالوان، ايه الموضوع ده؟ انا عايز اعرف. الموضوع هو بالصدفة جدا. تمام انا بحب اكون شكلي كويس والبس ومش عارف ايه وكده. فاول ما خلصت ثانوي تمام حسيت اني عايزة اغير ستايل لبسي شوية واخليه زي سكيرت ودريست وحاجات كده. فبدأت ادور على الحاجات دي، مش كانش موجود قوي الفترة اللي فاتت لان ما كانش لبس المحجبات كان كتير. اول ما بدات تنزلي القاهره بقى كان في الاول الموضوع لسه مش اللي هو يعني لبس المحجبات اللي انت بتدوري عليه، النوع الستايل اللي في لا ما دماغك كانش ما كانش موجود منتشر قوي. خالص. فبعدين بدأت أفصل بقى، تمام. أصمم حاجة وأفصلها. بس كمان ما كنتش بتصممي؟ يعني انت أنا كل بتصممي؟ لبسي أنا اللي مصممه أصلا. يعني انت بتصممي بس ما بتنفذيش؟ لا تمام، انما انت بتصممي اللبس الستايل بتاعك انت اللي بتصمميه. خالته أصلا اللي هي اللي بقولها، خالته بصي كذا 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 يلا بسرعة بتعملهولي على يعني طول. خالتك هي اللي بتفصل لك وانت اللي بتصممي اللي ديزاينر. طب والله والله يا جماعه والله حاجه حلوه، يعني حاجه هي حاجه تفرح ان هو في بنت قدرت ان هي تعمل لنفسها ستايل معين، بدات ان هي تصمم، هي ما عندهاش مثلا امكانيات ان هي خلاص تنفذ التصميم تمام، او ان هي تبدا ان هي تصمم، او ان هو يكون عندها مكان او مشغوله بحاجات تانية تبدا ان هي تخلي خالتها تصمم، فدي حاجه جميله جدا. طبعا. طيب يلا بينا بقى نطلع نشوف تقرير عن الديزاينات اللي انت رسمتيها كده تمام، تصميمات، وهنشوف التقرير ده هيكون عباره عن صور ليكي باللبس اللي انت بتلبسيه وبتصمميه لنفسك وخالتك بتنفذهولك اسف، وهنعلق على الصور دلوقتي. تمام يلا بينا نشوف الصور. يلا. ايه الصورة دي بقى؟ انت اللي مصممة الديزاين ده؟ طيب انت كنت رايحة فين وايه الصورة العمق دي؟ كنت رايحة معرض اسكندرية. رايحة معرض اسكندرية. دي تمام كنت في القطر، كنا قاعدين كده بنتصور انا واصحابي. ف صورني وانا مش واخدة بالي صح؟ هي دي لولو هي دي صورتني. الصورة اللي صورني وانا مش واخدة بالي. بالظبط كده. طيب نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة دي كانت فين؟ دي كانت في شارع المعز. تمام. كنت رايحة ازور معرض ما كنتش مشتركة فيه، بس كنت رايحة ازوره. انت اي معرض بتروحيها يا سمر؟ مش اي بص انا بروح معارض كتير عشان تكتسبي خبرة. تمام. دي احسن حاجة يعني تخليك تكتسب خبرة المعارض اللي هي فعلا. بتبقى على هواكي او انت شايفة ان انت فيها رموز معينة هتستفادي منهم بالظبط كده. فبتروحي المعرض تمام، حتى لو انت مش هتتكرمي او مش جايلك دعوة، لا انت لا بتسعي ان انت تروحي. بالظبط. طيب الصورة دي بقى الديزاين كله من يعني من تصميمك. طيب ده كان فين ده يا سمر؟ ده كان انا ملاحظ يا سمر ان كل صورك فيها عمق. عميكة اوي يعني. ايه العمق؟ لا والمشكله في حاجه ان انت بتبقى بتضحكي وباصه للكاميرا ما هو مش يعني، عارفة. لا لا وصورك يعني تحس ان هي فيها بهجه، يعني انت بتدي بهجه للناس. بص هو انا ما كنت ما يعني مش بعرف اتصور قوي، بس في ناس طلبت مني ان انا لازم اتصور على طول وانزل لهم لبسي ويتفرجوا. طيب المكان ده كان فين يا سمر؟ ده كان كافيه في العباسية كده. طيب الستايل كله من تصميمك انت اللي مصممه وخالته طبعا اللي منفذه. خالته المنفذة، خالته دي انا حياتي اصلا، مصمم وخالته خالته حياتي طب والله. احنا نقدم لها رساله شكر في الاخر يا اكيد سمر اكيد. طبعا. طيب الصوره اللي بعدها بقى دي سيلفي. انتوا مجانين سيلفي يا بنات. ما هو بص هقول لك على حاجه، انا عشان هنا في القاهره فمش عارفه حد كتير يصورني، فطبيعي لازم اصور نفسي عشان خاطر الناس اللي حتى لو عندي. مفيش حد يصورني لا انا هتصور سيلفي. بالظبط. هسيبني كده. طيب نقلب اللي في ملاحظ ان في بورتريه ورا خالص بالصوره. البورتريه ده انت اللي رسماه برضه؟ ده كان بتاع معرض جان طب انت فوزي. قصده ان انت تتصوري الصوره دي والبورتريه وراكي ولا هي لا جت لا صدفه؟ بجد، دي الاوضه دي اوضتي فلسه بظبطها، فكنت حاطه بقى يعني الحاجات هي جت عشان. صدفه انت مش مرتباها لا كده؟ لا خالص والله. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. التصميم ده منك انت مني. وخالته برضه اللي مصممه. خالته خالته تعبانه معانا جدا جدا والله، انا والله. بشكرك على الهوا يعني ان انت تعبانه معاها وعماله اي تصميم هي بترسمه انت بتنفذه لها، ففعلا انا بشكرك بدلها يعني. ربنا يخليها يا رب. التصميم ده من انت اللي مصممه. طيب بياخد منك قد ايه تصميم؟ يعني مثلا التصميم ده كله كده خد منك وقت قد ايه رسومات؟ هو رسومات مش بياخد وقت خالص، لان انت تمام بترسم زي سكتش سريع كده، بس بتعرف ازاي انت عايزه القصه ازاي، يعني عايزه الموديل يكون عامل ازاي. قصة الجيبة وقصة البلوزة او التي شيرت او الكلام ده كله. بالظبط. طيب الصورة دي بقى كان في المعز برضو ولا دي ده كانت كان في في مكان مسجد تاني؟ الازهر. في جامع الازهر. طيب بنفس الديزاين برضو. طيب نشوف الصورة اللي بعدها. ايه بقى ده يا سمر؟ ده اول سيشن عملته. ايه اللي مكتوب على التي شيرت يا سمر؟ ان انا رسامه وكده. ان انت رسامة وكده. انا رسامة يا جماعة، رسامة على قد. طيب
طيب نشوف الصوره اللي بعدها. الديزاين ده منك انت اللي دي بدايتي تقريبا. ده يعني ده اول فستان انا عملته. ده اول فستان انت عملتيه وكان طالع بالكواليتي الجميله دي. والله جميله صور. طيب نشوف الكواليتي اللي بعده. اسف الصوره اللي بعدها دي برضو التصميم الفستان ده منك بالظبط. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. ايه بقى ده؟ ده كان انت جايه من تدريب سكواش ولا جايه من النادي ولا جايه ده كان كاجوال وفي نفس الوقت مش اللبس مش ما يكونش ضايق قوي وما يكونش ملفت فاهمني. تمام. يعني انا كنت قصدي البس بنطلون بس يكون على اساس ان انا انت عايزه تلبسي كل اللبس بتاع البنات بس اللي هو يليق على المحجبات ويحترم حجابها. بالظبط كده. طيب خلصت معانا الصور يا سمر. عايزين بقى نعرف يا سمر ازاي بقى انت ما شاء الله كورسات رسومات ديزاينات فاشونيستا وموديل محجبات بتلاقي وقت لكل ده منين؟ انت بتنامي زينا؟ بجد انا مش بنام. انا بيفضلوا يقولوا لي هو انت بتنامي امتى؟ انت دايما اونلاين دايما بره دايما بتخرجي دايما. فبقول لهم انا بنام في المواصلات بقى فاهمين؟ بنام في المواصلات والله بنام اللي هو كده واصحابي بيغفلوني بالظبط الكلام ده كله. طيب عايزك تقولي بقى انا عرفت ان انا مش هتكلم في نقطه التكريمات وعدد التكريمات والمهرجانات اللي انت اشتركتي فيها. عايزك بقى تقولي لي ايه بقى كان مثلا يعني اتكرمتي في كذا حاجه. عايزك تقولي اشهر التكريمات اللي انت دايما بتحبيها وقريبه لقلبك. دي طبعا كل التكريمات انت بتحبيها بس جدا. التكريمات اللي هي مشهوره قوي اللي هي علمت واثرت فيكي قوي. كان اول مؤتمر مؤتمر مصر اولا. تمام. كان في ناس كتير ناجحه جدا فان انا اتكرم في مؤتمر وسن صغير كده كان كله مستغرب انت ازاي. تمام. ايه ده ازاي حصل ده؟ واحدة فينا. انت 19 سنة يا سمر. لسه ما تمتيش ال 20. لا لسه. مش بقول لكم يا جماعة والله الفيوم بتطلع شخصيات سن صغير بس بعقل كبير. احنا كفيومية انا بفتخر دايما وطبعا بتنك على الناس جدا. انا على فكرة الناس اللي ما تعرفوش انتوا ما تعرفوش سني انا ما عديتش ال 20 سنة برضو. تمام. بس هي الفكرة كلها في حاجة. الفكرة ان احنا كفيومية او هنقول بقى بالمعنى الاصح ان احنا كريفيين او كصعايده احنا بنثبت على حاجه. احنا عايزين نعمل حاجه. يعني هي بنت فضلت ورا مامتها لحد ما رجعت القاهره. لا انا هاجي القاهره وهعمل اللي انا عايزاه. فاحنا يا جماعه اللي احنا بنقوله او اللي دايما بقوله انا اسف ان انا قطعتك يا سمر بس في حاجات لازم ان انا اتكلم فيها. اللي انا لازم اقوله دايما او بقوله دايما في كل البرامج اللي انا بطلع فيها يا جماعه الثبات على الحلم والله حاجه جميله. هتتعب وهيطلع عينك وهتتبهدل ومواصلات ومصاريف وتعب مادي وتعب نفسي وتعب عصبي وهتبقى مش طايق حد ومش لاقي وقت تاكل ولا لاقي وقت تشرب ولا لاقي وقت تخرج ولا لاقي وقت تقضي حياتك. بس في الاخر لما تشوف نجاحك قدامك هتحس باحساس لذيذ عمرك ما حسيته. الاحساس ده بيهون عليك تعب السنين اللي ماضيه. يعني انت لو بتتعب بقالك 10 سنين وعملت حاجه حسيت بنجاحك في دقيقة واحدة هي النجاح فيها. بس انت النجاح ده هيودي لك كل التعب اللي فات. فدايما انا بقول للشباب دايما انا بقول لاصحابي واحنا قاعدين مع بعض على القهوة واحنا خارجين مع بعض انت ازاي ما عندكش حلم. يعني هو بيصحى يروح الجامعة ويرجع من الجامعة يقعد في البيت. طب انت فين حلمك؟ يعني فين الحاجة اللي انت دايما عليها؟ مفيش. تمام. فالحاجة بقى اللي انا حابب اتكلم فيها في مؤتمر بقى كده انت حضرتيه والدنيا اتعرفت على السوشيال ميديا برسمه معينه وكنتي في اسكندريه باين او مش عارف فين وكل شويه بقى ستوريهات مش عارف ماسكه الاي دي بالرسمه. ايه بقى الرسمه دي خدت وقت منك قد ايه والرسمه دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عندي حكايه كبيره قوي مش بعرف اتكلم فيها شويه بس هو معرض في اسكندريه اسمه وايت روز مصممه صفاء. بجد كان فكره ان انا اطلع من القاهره كمان واروح اسكندريه دي كان حوار تاني خالص بقى. طيب تمام. اشتركت فيه انا ما كنتش هشارك بس صحابي اسلام وعلياء هم لما بنشترك في حاجه لازم كلنا مع بعض. تمام. فهم اشتركوا لي وخلاص ماما انا اشتركت في معرض فيش اسكندريه فيش. المهم بعد كده وافقت ولقيتها بتقول لي هتروح اسكندريه امتى؟ زي الامهات المصريه انا هرفض في الاول بس اشوف هي عندها حلم وعايزه توصل له ولا لا؟ بص هي ماما هتفضل ثابته عليه ولا لا؟ ماما بجد هي اكتر حاجه مخلاني احلم اصلا. هي يعني انا ممكن خلاص اقع تحبطي فهي اللي خلاص بتخليكي تكملي. هتقومي انت ايه اللي فيه ده؟ قومي كده وشدي حيلك. اما انا بعمل ده كله ليه؟ انت عندي اغلى حاجه في الدنيا لازم تكوني حاجه كبيره جدا. انت بقى كده. خلاص الطاقه الباور جدا خلاص لازم كده اعمل حاجه كبيره زي ما بيقولوا بالظبط. طيب رحت المعرض
سافرت. وسافرتي؟ اه ده حاجه ماما كده عماله توافق لنا على كل الطلبات ما تقولهاش لا على اي حاجه. لا لا خالص والله. المعرض كان مشترك فيه ناس كتير فعلا بترسم حلو بطريقه مش طبيعيه. تمام. كنت رايحه اساسا انا نزهه اتفسح بس رايح والله. رايحه اتفسح اشوف اسكندريه اشوف والله المعرض. بس مش في دماغي خالص ان لقيتي نفسك بتتكرمي كل شويه على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا. الموضوع خضني والرسمه وكل شويه. انت بتحبي الانستجرام جدا؟ الانستجرام بص الانستجرام في ناس كتير بجد هو عيلتي بحسهم عيلتي هم بيشجعوني دايما يكلموني لو غبت شويه بلاقيهم دايما بيسالوا عليا وانت فين وغبتي ليه واحنا يعني لما في يوم بس ما نزلتش ستوري هو احنا ما شفناش يعني ليه النهارده انت مختفيه فين مشهوره بتتنك علينا يا جماعه لا مش كده والله بس الفكره كلها في حاجه يا سمر الفكره كلها في حاجه انت لما بيكون ليك ناس بتتابعك اتنين او ثلاثه او اربعه انت بيكون عندك حمل ومسؤوليه ان انت لازم ترضي الناس دول ولازم ان انت كل فتره بتطلع لهم احسن فعلا. لان الناس دي دايما هي اللي بتبقى سند ليك وظهر ليك فعلا دي حقيقه جدا. ده مخليني ده من حاجات يعني حاجات كمان بعد ماما اللي مخليني اثبت قوي مكاني ماما ماما خالته اهلي والانستجرام بعده ماما خالته انستجرام اصحابي والله اصحابك لا 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 ثواني صحابي بتقولي مع اصحابي صحابي والله شوفوا اصحابها بتقولي على اصحابك كده لا والله صحابي دول صحابي دول اغلى حاجه عندي والله. مين اغلى حد عندك من اصحابك؟ ايه ده لا مش رقم لا مش اغلى يعني اللي هي بصي اللي هم زي ما بيقولوا البيست فريند. لا انا بستاتي كتير قوي بستاتي كتير جدا. انت ما شاء الله محبوبه يا سمر والناس كلها بتحبك. طيب يا سمر نطلع بقى فاصل بسيط ونرجع لكم مره ثانيه. تمام. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من الفاصل. طيب سمر بقى محضرين لك مفاجاه بسيطه. ايه طيب هنعرفها دلوقتي يلا بينا. الو الو صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا فندم؟ ازيك يا عمر؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ بص يا سمر بقى اقول لحضرتك على حاجه يا سمر. والدة حضرتك انا متابع معاها بقالي 3 ايام كمان. تمام. يا ريت يا فندم توطي صوت التلفزيون شويه وتسمعينا من التليفون. وطي التلفزيون شويه. انا بتابع مع والدتي بقالي 3 ايام وعاملين زي الحراميه بقى. ما تقولوش لسمر ما تعرفوش لسمر وصاحبتك فريال وصاحبتك ساره هم اللي مشتركين معايا في الجريمه يعني. تمام. مع الاثنين يعني انا بقالي كام يوم عمال حاسهم بيعملوا حاجه غريبه وبقول لهم انتوا مخبيين عليا ايه ومش راضيين خالص يقولوا لي. يعني انا اصلا انا قلت لمامتي حتى لو بتقول لك اعملي معايا مداخله قولي لها لا انا مش هطلع انا مش عايز اطلع. حبيت ان انا اعمل لك مفاجاه بسيطه كده احسن مفاجاه في الدنيا. يعني انا عارف ان مامتك اغلى حاجه عندك. تمام. بغض النظر عن اي ام وبنتها انا عارف ان سمر عوض مامتها اغلى حاجه عندها. تمام. وعارف ان والدتك طبعا يعتبر اغلى حاجه عندها سمر. فا ايه راي حضرتك في الحلقه النهارده؟ ايه رايك في سمر؟ سمر دي عسوله وكل حاجه في حياتي واتمنى لها كل خير يا رب كده واشوفها حاجه كبيره. ازيك يا سمورة؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ احسن مفاجاه. هي عماله تقول لي انا قايل لها ان في مفاجاه. يا هي عماله بقى تقول لي ايه هي المفاجاه؟ انا بقول لها لا انا هفاجئك على الهوا يا سمر. فهي خايفه بتقول لي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. والله يا استاذ عمر انتوا يعني ناس تستاهلوا السلامه والله. ربنا يخليك يا فندم. يعني هي فعلا الشخصيات اللي زي سمر الشخصيات الناجحه من غير اي مبالغه الشخصيات اللي هي دايما عندها حلم الشخصيات اللي فعلا اللي بيتقال عليها بنت بمليون راجل. اكيد فعلا قدرتي ان انت تجيبي بنت بمليون راجل. كفايه سمعتها في المجال. كفايه ان هي زي جنيه ذهب في مجال الميديا وفي مجال الفاشن وفي مجال الموديل. ما تقلقش عليها غير كل خير. يعني انا يمكن من اوائل الناس اللي عملت معاها حوارات صحفيه. دي حقيقه. كنت انا وانا شغال في الصحافه عملت معاها حوار صحفي. ففعلا تسلمي ان انت جايبه بنت يعني ب 100 راجل زي ما بيقولوا. ربنا يخليك يا استاذ عمر. طيب ايه رايك بقى في الرسومات؟ ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ سمر دي عندي احلى حاجه واغلى حاجه فعلا يعني من البنات اللي هم اللي عندهم طموح وعلى طول قدام عايزه تبقى قدام. شفت يا ستي ما بتشكر فيك يا سمر. حاجه ليا اقول لها نجاحك ده هو نجاح يا سمر. اكيد اشوفك حاجه كبيره. اكيد الاب والام يا فندم بيبقوا عايزين ابنهم احسن أكيد منهم. طبعا
طيب ايه رايك بقى في الرسومات بتاع سمر؟ ولا انت بتجامليها؟ سمر بتعرف ترسم ولا انت بتجامليها؟ لا ساعات بتجاملني. ثانية واحدة، لا انا ساعات بتجاملني، لا انا عايز اعرف رأي ماما معلش. خش على اليوتيوب وهتشوف فنها ورسوماتها وحاجاتها الجميلة والله. يعني انت ما بتجامليهاش في سواحي؟ انا بحطها لقدام علشان حتى اما بكون زهقانه، لا مش قادره ارسم دلوقتي، اقول لك همسك الفرشه يا سمر انا وهرسم بدالك. بتمسك الفرشه وساعات بتمسك لي، اقول لك بتمسك لي كمان. لو ما رسمتيش دلوقتي هبوظ لك الحاجات بتاعتك كده قدامها على طول. لا لا ده في فضايح، احنا نجيبك معاها في حلقه بقى ان شاء الله. احنا كده لازم خالتها بقى اللي بتصمم لها دايما برضو قرفاها زي ما هي قرفاكي كده يا فندم. خالتها بقى اللي يعني هي اللي بتنقط الصوره، ودي فيها كذا ودي فيها دي خالته هاله. كذا خالته هاله، خالته صبايا يعني بيقولوا على خالته بتوصل لي لبسي. على خالته. وانت عارفه خالتك كلهم؟ كلهم والله. يعني مش خاله واحده انت عارفه اه والله. بس هما كلهم بصراحه مشجعيني جدا، واي حاجه على طول هدايا على طول يعني مشجعيني، فرحانين بيا، فرحانين. في ناس بيقولوا عليا ان انا يعني تبعهم، ان انا من العيله، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. طيب يا فندم تحبي تقولي ايه للبنات اللي في سن سمر، والناس البنات اللي هم بقى ما عندهمش حلم، هم بالدراسه او انا هتعلم وخلاص او انا هتجوز واشوف عدلي زي ما بيقولوا عندنا في الفيوم، تحبي تقولي ايه للبنات اللي في سن سمر؟ بس ما يقولش علينا كتاكيت، احنا بنات قطاطيط. شفتي يا استاذ محمد يا شاد؟ شفتي يا استاذ محمد يا شاد؟ شفتي يا استاذ محمد يا شاد؟ اقول كل بنت عندها حلم لازم تحققه وتجري وراه، ما تخليش اي حاجه توقفها، و لازم الاهل يشجعوهم ويوقفوهم على رجليهم، ما يكسروش طموحهم. عزام كده حاجه جميله، الاهل يفرحوا بهم وهي تفرح بنفسها. أكيد. اي نجاح لسمر ما بتعملوش عشان نفسها، لا ده عايزه تفرحني. اكيد. قبل ما حاجه تفرح بيها تقول لك لا افرح ماما الاول. يعني الواحد بيهتز كده بالحاجه اللي هم بيعملوها دي. ربنا يخليها لك، ربنا يخليها لك. واحنا لما بنقول بنهزر على عشان الفيوميه ما يزعلوش، احنا بنهزر طبعا وبنقول كده. احنا ده هزار في الحلقه، احنا الحلقه بتاعتنا، احنا الحلقه انا عن نفسي اصلا من الفيوم، يعني انا اصلا من الفيوم. هم برضه بيتعبوا كتير واشكرهم لجامد، وربنا يوفقهم كلهم يا رب. اكيد اكيد. يعني احنا دايما بنهزر مع الفيوميه لان احنا اصلنا فيومي طبعا. أكيد وطبعا يعني احنا مبسوطين طبعا بمكالمه حضرتك، واكيد سمر مبسوطه، دي احسن حاجه في الدنيا. انا سمر دي اول مفاجاه، انت ما تعرفيش المفاجاه الثانيه في تاني، في مفاجات تاني. انا حبيت ابدا لك بماما عشان خاطر تهون عليكي شويه. ماما دي احلى حاجه، بحبك يا ماما قوي. تحبي تقولي لماما يا سمر؟ اقول لها، بحب اقول لها ان هي سبب كل حاجه، هي فعلا حرفيا هي اللي بتعمل، هي اللي ناجحه مش انا. يعني هي ناجحه اللي قدرت تخليني فعلا بني ادمه، وتخلي احمد اخويا بني ادم، وتعمل لها مشروع وتصرف علينا، وخلاص احنا معاكم يعني لحد اخر نفس. حرفيا انا مش عارفه اقول لها ايه، هي لما مهما اقول في حقها مش هوصف. هي فعلا كل الناس تعرفها كويس جدا، وما تعرفهاش بتحبها. انا بروح المعارض اصلا. فين ماما؟ فين ماما؟ احنا مش عايزينك انت. انا شفت لك صور على السوشيال ميديا كلها، غالبا كل التكريمات او كل المعارض بتبقى ماما معاكي. انت عارف وانا طالعه اتكرم في المؤتمر، فاستاذ فتحي بيقول لي ماما تيجي معاكي، تيجي تتصور معاكي هنا. طب اللي هو خلاص احنا اتنين، احنا واحد، مش ماما وانا، لا احنا فعلا واحد. طيب بنشكرك طبعا على المكالمه دي، وشرفتينا جدا بالمكالمه، وحبينا ان احنا نفرح سمر بحاجه بسيطه. مبسوطه جدا. مش عارف الحلقه تاني عليا سمر. ربنا يستر بقى، انا قلقانه منك خالص. يلا بينا بقى نطلع نشوف صورك في الرسومات. تمام. جمعنا لك شويه صور كده عن رسوماتك. تمام. واحسن رسوماتك. أوكي. طبعا رسوماتك كلها جميله، بس حبينا ان احنا نجمع الرسومات مشهوره. تمام. يلا بينا نشوفهم كده بقى. Thank you.
تعالي بشوفنا اعزائي المشاهدين صور جميله جدا يا سمر. رسوماتك جميله جدا ربنا يخليك. واغلبها حزن مش عارف ليه يا سمر. بص انا الطفل اللي عامل كده بحس في احساس كده بحسه في الرسمه لازم اطلعه فيها يعني دايما برسم وانا زعلانه مش عارفه ليه. بس وحش ده يا سمر. مش فال وحش بس بحس بطلع احساس فيها بحس ان فعلا لما بعرضها في معرض او باجي بشوفها بحس ان اللي قدامي بيفهم انا عايزه اتكلم اقول ايه انا عايزه اوصفها بايه. طيب رسمت يا رسمه يا سمر معلش انا يا جماعه الحلقه دي والله انا متلخبط جدا 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 لان سمر انا فعلا يعني من الشخصيات اللي انا دايما بسعى ان ان ان, إن انا اكون يعني انا بتابع معاه من يوم ما عملت معاه الحوار الصحفي. ليه بقى؟ انا بحب جدا الشخصيات اللي هو انا لو الدنيا بتديني فوق دماغي ويعني خلاص جابت اخرها انا برضه هكمل يعني انا هقوم وهكمل. فانا فعلا من الشخصيات اللي انا معجب بشغلها جدا والشخصيات اللي انا دايما يعني بحترم شغلها وبحترم ان هي قادره ان هي تثبت نفسها في المجال حتى رغم كل الصعوبات اللي بتقابلها. صعوبات بقى نفسيه، صعوبات ماديه، صعوبات في الشغل، صعوبات في الدراسه، يعني فعلا هي بتثبت نفسها. طيب خليك سمر ايه الرسمه اللي اول ما عملتيها وخلصتيها ورميتي القلم عرفت ان هي بتعبر عن حالتك كسمر؟ كسمر اخر رسمه. اخر رسمه اه. كنت حاسه بايه اول ما خلصت؟ ايه الرياكشن اللي بقى على وشك اول ما خلصتي الرسمه؟ بص الرياكشن مش عارفه بس اللي هو هو ده اللي انا عايزاه، هو ده دي ده يعني ده اللي انا عايزه ارسمه، ده الاحساس اللي عايزه اوصله، ده الفكره اللي عايزه فعلا اوصلها للناس. بس الرسمه دي باين عليها رسمه مؤثره جدا جدا واضح واضح جدا واضح على تعبيرات وشك ان هي رسمه مؤثره جدا. طيب سمر بقى ناويه ان هي الفتره الجايه بقى هنركز في ايه بقى؟ دراسه، كورسات، تصميمات، نقرف خالاته ونقرف ماما ولا هنعمل ايه؟ ناويه تعملي ايه الفتره الجايه اكتر وتركزي عليه اكتر؟ الفتره الجايه اكتر دراسه بصراحه علشان هي يعني هي لما بكون في دراسه بركز بسيب اي حاجه وبركز فيها اكتر يعني. ده ما بيأثرش عليك يا سمر؟ يعني انت لو بعدتي عن حاجه معينه يعني مثلا مش ببعد بس بحاول بقدر الامكان اكون برضو متواجده عشان ما تنسيش او هو مش فكره ما تنسيش انا بس موجوده عشان بس الناس عشان خاطر انا مشغوله بحاجه تانية بس انا موجوده معاكم بالظبط كده. طيب ايه اخر تكريم اتكرمتيه؟ اخر تكريم هو كان في مهرجان معرض اسكندريه. تمام. المعرض كان خلاص كرموا الناس وانا بقى ما اتكرمتش وخلاص مفيش حاجه خلاص بقى الناس كلها اتكرمت وانت لسه محدش قال. انا كان احنا دايما لما حد في الجروب بتاعنا بتاع الرسم بيتكرم خلاص هو حد فينا كده فل قوي يعني مبسوطين. فاسلام اتكرم وبعدين احنا انتوا عاملين تيم؟ احنا مش تيم، احنا جروب كده اسلام ومحمد ونورجينا وكارو وعلياء. احنا بنعمل ايه؟ بنفضل نرسم مع بعض، نروح ننزل اماكن نرسم مع بعض وننزل الاكاديمي مع بعض. يعني انتوا مش تابعين لهيئه او لمعرض؟ لا لا خالص. انتوا عاملين احنا اصلا كنا جروب في كورس زيت وبعدين ما كنا بجد ما كانش حد فينا مستلطف التاني في الاول خالص، كارهين بعض في الاول. كل واحد بقى بيحقد على التاني انا عايز رسمتي اعلى لا مش عارف مش فاهمين شخصيات بعض، كلنا كل واحد محافظه شكل فمش عارفين نتعامل مع بعض. تمام. بقينا اكتر ناس مع بعض، هم اكتر ناس يعني لما بقع ما ينفعش عشانهم بيفضلوا بقى يشجعوا يلا ننزل نرسم يلا ننزل نخرج نغير جو عشان نعرف ان ننزل هنشارك في معرض. لا كلنا هنشارك مع بعض، احنا مع بعض على الحلوه والمره. طيب وبعد كده بقى مع الناس كلها اتكرمت ومفيش سمر عوض ما اتكرمت. يلا يا ده انا قايله لماما رايحه اسكندريه اتكرم وراجعه. وبعدين خلاص بقى. طب ايه شكلي وحش قوي؟ مش شكلي وحش بجد، انا خلاص اتعاملت يعني خلاص انا فاني مفيش اي حاجه. اول المعرض يجي لي فيه ناس من فان كوي وناس فعلا جايه من محافظات. جاي لك من محافظات عشان يقابلوكي في اسكندريه؟ فدي كانت يعني المعرض ده كان فعلا بالنسبه لي اهم معرض انا اشتركت بجد. تمام. فجأة جه خالد ده فنان كبير جدا فهو كان اخذ مركز اول بعدين مستواه عالي بطريقه يعني حلوه قوي. فقال المركز اول انا هشوف اكتر لوحه تستحق مركز اول هنا واكتر لوحه قيمه وهقيمها واكرمها.
طبعا انا مش في دماغي الموضوع عدى ولف وخلاص. خلاص يا جماعه انا فقدت الامل بقى وانا جاي هتصور بقى وخلاص كده كب كيك. ففجاه يا جماعه يلا هنقول اللي بيتكرم مين هيتكرم مين المركز الاول. ماشي واقفين عادي بتصور. كان جاي لي ناس برضو مشهوره. فبعدين الرسمه اللي فعلا عجبتني تمام ده رسمه سمر عوض. انت بتهزر صح؟ انا لقيت المشكله مش يعني انا اتخضيت حاجه حصلت غريبه. وبعدين لقيت تسقيف وتشجيع مش طب اول مره في حياتي يحصل ده مش في حياتي بس فعلا كان ليه طعم تاني خالص خالص خالص. انت حسيتي بقى ان انت نجحتي في حته معينه بقى؟ انا وصلت يعني حاجه معينه انت وصلت لها خلاص بقى انا عندي ارتياح نفسي بالظبط. يا جماعه لا مش انا اكيد مش انا اكيد في حد صبر عوض تاني في المهرجان. فبس بعدين بقى كل الناس اتبسطت كل الناس مش يعني هو فعلا تستحقيها. فرحت اللي خلاص بقى دورت اكتر حاجه دورت عليها في اللحظه دي ماما. اول ما حصل ده ماما انا كذا كذا لا يا شيخ انت بتهزري اكيد لا يا قلت لها والله يا ماما. فضلت عيطت وقالت لي لا انا كان نفسي اكون معاكي ومش عارف ايه تمام بس. طيب معانا دقيقه وهنختم. حاجه حابه تقوليها لماما وحاجه حابه تقوليها لاصحابك. ماما حابه اقول لها ان انت فعلا اكتر واحده ناجحه انا شفتها في حياتي حرفيا. انت مش ام انت صاحبتي. انا دايما احنا مش صحاب يعني مش ام وبنتها خالص. لا واحده وصاحبتها اكتر واحده صاحبه ليا. انا لما بزعل مش بروح لاقرب واحده ليا بروح ماما. زمان ما كناش كده بس فعلا انا نصيحه ليا للبنات يصاحبوا مامتهم جدا جدا جدا. ما فيش حد هيخاف عليكي قدها ما فيش حد هيحبك قدها ما فيش حد هيشجعك زيها. صحابي بقى. بقى اللي انت فضلتي السوشيال ميديا عنهم دي حقيقه. جروب الفيوم جروب المدرسه جروب الرسم الناس اللي عارفاها جديد حرفيا انتوا اكتر ناس بحبها وانتوا اكتر ناس بتشجعني وشكرا لكل حاجه بتعملوها معايا. طيب احنا كنا يعني انا دي يعتبر من اجمل الحلقات جدا اللي عملتها وانا مبسوط بيها لان انا فعلا بحب الشخصيات الناجحه. مبسوط جدا ان انت كنت معايا النهارده يا سمر. وبلاش المفاجاه الثانيه خليناها مفاجاه واحده مش هنقول المفاجاه الثانيه. بسطناكي بماما بقى خلاص مش هنقول حاجه. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا وكنا مبسوطين جدا بيك يا سمر. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه في ضيف مختلف زي ما وعدتكم ان كل حلقه في ضيف مختلف. كنت مبسوط ان انا معاكم النهارده وكان معانا الفنانه التشكيليه والموديل حجاب سمر عوض بنت محافظتي محافظه الفيوم. مع الف سلامه. We'll be right back.